قرر صاحب مطعم في مدينة أضنة التركية الاحتفال بالذكرى 61 لأول رحلة بشرية إلى الفضاء من خلال محاولة إرسال كباب حار إلى الفضاء. وتم إطلاق صينية الكباب في الغلاف الجوي بواسطة بالون هيليوم كبير وبعد طيران لمدة 3 ساعات على ارتفاع 40 كيلومترا. انفجر البالون المحمل بالكباب لتنتهي رحلة الكباب القصيرة على سواحل هاتاي التركية.